السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم هشام الطبخ. اليوم ان شاء الله راح نديروا وصفة اللي طلبتوها بالبزاف، نديروا الوصفة تاع الفريكاسي هكذا. اذا بسم الله، المكونات عندي لهنا محشي نكثر بزاف، راح ندير حوالي 300 غرام فارينة هكذاك، تما نقولوا واحد جوج كيسان معمرين هكذاك وشوية. عندي جوج مغارف تاع الزيت، مغرفة تاع البيض، مغرفة تاع البيض هاي اللي هادي، حبة بيض، عندنا شوية سكر نقولوا مغرفة مش معمرة بزاف، مغرفة خامية الخبز كيف مش معمرة بزاف، تاع الملح مغرفة تاع قهوة كيف، وشوية سانوج وشوية جلجلان. هادو ماشي لازم نديرهم في لاباط، كاين اللي يحب يديرهم كاين اللي ما يحبش يديرهم. نروح نوجدو لاروسيت تاعنا. إذا كيما قلنا نجو نديرو لاباط تاعنا، أنا محشي نكتر باسكو هماك لاباطي تخرج بزاف، خاصة إذا كان درتوهم شوية صغار باش ما نكترش. أنا نبدا نحيل واش ندير بهم. ندير 300 غرام تاع فرينة، 300 غرام تاع فرينة هي تجي هاد الكاس تاع 240 مليلتر، نعمرو جوج خطرات للفوم مليح. هكذا انا ندير ديرك هكذا عيني ميزاني. كما قلنا 300 غرام، حكموا كاس تاع 240 مليلتر، عمروه للفوم دو فوا سي بون. عندي مغرفه تاع السكر كبيره ماشي معمر بزاف كما قلنا، نزيدوا لها الخميره، ثلاث مغارف تاع زيت. هنا الحبه بيض ماشي لازمه برك باش يجينا شويه الاستيكي، ماشي لازم ديروا حبه بيض، تقدروا تخدموه بلا حبه بيض، هي شغل لاباط تاع لي بيني برك فاسيوها بالصالي. حبه بيض، الملح اللي حاب يوزن يدير كل 50 غرام غرام تاع ملح، هذا هو الميزان تاع الملح في العجينه، كيلو ديروا فيه 20 غرام وهي رايحه. نحبطها بسم الله، نبدا ندير الماء. هنا ماشي لازم نديروا الماء بارد كما عارفين باسكو ماشي نعجنوها بزاف، نديرو باك ما دافي، ندير نص كاس نبدا نعجن ونشوف، ونبدا نعجنها سرعة أولى ونشوف. اذا شوفوا عجينه تلمت تجي طريه، دوكا نزيد لها الملح وخليها تتعجن، قولوا تتعجن حوالي 4 دقائق برك. نحبطها تعجن برك 4 دقائق بريد، نفس الشيء تعجنوا 4 دقائق تجي تلاصق شويه ونعاود نولي لكم. اذا هاي اللي كيفاش تجي العجينه، شوفوا شويه تلاصق في اليد ماشي حاجه كبيره، تلصق شويه برك ماشي اللي تلقى روحها بزاف. نحبطها نخليها تخمر مليح ومن بعد نجيو نكملوا لاروسيت تاعنا مع بعض. اذا هاي ديك العجينه تاعنا بسم الله، نحبطوها نديروا شويه فرينة باسكو راهي طريه هكذا. بسم الله، نجيب المولي نقطع به ونقطعو. كيما علاه درت له سانوج باسكو في الخبز مقلي ما عرف ندير له سانوج، جاني مليح قلت نزيد نديرها في الفريكاسي تاني. نحو لاباط عاود نخدمها برك هكذا، نحيها من جهه لوطوني نوجد الاخرين. دوك هادوما نحكم الحبه هكذا شويه نطونديها هكذا هوب سي بون هكذا برك، باش تروح لها لا فورم تاع الدويره تولي شغل هكذا اوفال. نديرهم كامل عندنا ست فهم سنين ونعاود نولي لكم. اذا هام ليك بعد ما ستفتهم في السنيوه خليتهم يخمروا حد ربع ساعه هكذاك كيما راكم تشوفوهم طلعوا، دركا باش نجو نطيبوهم. اذا دركا هكذا بسم الله تكون سخنت الزيت، نجو نزيدو نطيبو غير بالعقل بسم الله، سين الفدا غير بالعقل ونحطها طيب. تكون طريه تخمر بزاف شغل تجي صعيبه باش ترفدوها، حاولوها مغرب العقل. هذا نطيبو بثلاثه باش يطيبو الاز بعقلهم، نقدروا نقلبوهم نشوفهم تحمروا من تحت نجو نقلبوهم بسم الله.
نعاونوها بشويه هكذا وتكون بيضه من الداخل ونزيد نكمل نطيبوها من تحت تتحمر. هكذا سيبو راهم طابو نحيهم نكمل نطيبهم كامل ونجي نكملوا لاروسيت تاعنا. دوكا نجيو نخدمو لاصوص تاع الفريكاسي تاعنا. انا عندي شويه هريسه نديرها في كونجيلاتور. هذا باش ما يصالها والو. نزيدو لها ملعقه تاع خل ولا عصير الليمون. انا ما عنديش عصير الليمون. غرفه خل شغل لاصوص كيما اللي نديروها بلي ساندويتش تاع كارانطيطا. نلقاوها برا خفيفه. شويه زيت زيتون غرفه كبيره. جوج مغارف تاع زيت نخلطوهم باك نخفوها شويه بالماء. تحبوا تكملوا لها بالزيت كملوا لها بالزيت. انا بالزيت ديجا انا قالين الخبز في الزيت نزيد نطلعها بالزيت بزاف. انا نحب نكملها بالماء. كاين اللي يحبوا يطلعوها بالزيت غير شويه بالماء شويه باش تولي تشمخنا الساندويتش. هكذا يكفي تسمى زله شويه. هكذا راهي مليحه. هكذا شويه ملح فلفل كحل والصوص تاعنا راهي واجده. نروحوا ديك نعملوا لي ساندويتش. تحبوا تزيدوا لها لي زيبيس تقدروا ثانيه كمون راس الحانوت واش عندكم تحبوا تزيدوا لي غو تاعكم اللي تحبوا تلقاهم في الساندويتش تقدروا تزيدوه. دوكا اعزائي المشاهدين نجو نعمروها. عندي شويه بطاطا قطعتها كاروات غليتها درتها شويه زعفران تجي صفراء. شويه مايز زيتون كحل زيتون خضر بلا العظم شويه معدنوس للتزيين شويه طون بيض مغلي ولاصوص تاع الهريسه هذيك. وانتم تقدروا تبدلوا لافارس كيما حبيتوا. هي لابليبار لافارس تاع فريكاسي هذه هي وتقدروا تفنوا فيها كيما حبيتوا. بسم الله. بون جيبوا موس ولا مقص ونفتحوها. هي الاحسن مقص تجيكم سهله. هكذا نفتحوها لداخل هكذا ونجو نفرسيوها. قبل ما نفرسيها اول حاجه نجو نديرو لها لاصوص. بسم الله شوفوا فارغه ما شاء الله. وانتم تحبوا ديروها خشينه ما تخلوهاش تخمر بزاف تجيكم معمره. خلوا العجينه شويه خشينه. بسم الله ديروا لها شويه لاصوص. لاصوص على حساب انتم كيفاش تحبوا. كاين يحبوا بزاف الحار. وتبداو تفرسيو فيها شويه بيض مغلي شويه بطاطا مايس. مثلا المايس ماشي ما فين يديروه. انا تعرفوني نحب المايس. شويه زيتون كحل وشويه طون نعمرو كيما حبينا. ومن بعد هنا شغل كي لحقوا لافان الوجه تاع الساندويتش ماشي نسيو نشبحوه. زعما نديرو هكذا حبه بيض خارجه شويه بيض مغلي خارج بطاطا شكون على هذا الوجه تاع الساندويتش. شويه طون هكذا باين. عندنا شويه معدنوس. انا المعدنوس ندير ورق ديريكت. اما هكذا شويه زيتون كحل خضر ورقه معدنوس تجي باينه هكذا مثلا. وتزيدوا له شويه لاصوص الى حبيتو. هكذا الفريكاسي تاعنا راه واجد. كم نطلعهم كامل هكذا نعاودو ليكم. اذا هاي كلاروسه تاعنا تاع اليوم كانت فريكاسي تونسيه. نتمنى ان شاء الله الوصفه عجبتكم. دوكا نجيو ندوقوها. بسم الله بسم الله. هاي بصحتكم.